بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام Adik-adik, sekarang kita belajar mula untuk mengenal huruf Sin di atas Sa. Sin di atas Sa. Shin di atas Sha. Shin di atas Sha. Sa, Sha. Sa, Sha. Baiklah, sekarang kita belajar pula menulis CDW di sini ya. Sebelum itu, ikut Ustazah baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.